Retrouvez en DVD La vie des imams, film historique en langue arabe, sous-titré en français. ما رأيك يا جابر فيما قرأته عن علم الكيمياء؟ أشعر وكأني أبحرت في نهر يسخر بالخيرات. ما ضل أبي يوماً أن أرسلني إليك. أخبرني يا جابر عما عرفته عن الكيمياء بعد اطلاعك على هذا الكتاب. لقد فهمت يا سيدي أن المصريين القدماء كانوا يدرسون علم الكيمياء، ومن بعدهم أهل اليونان، وأصحاب هذا العلم يعدون من أقل أهل العلم شأناً، فالناس يتهمونهم بالجنون. كما فهمت أيضاً أن العرب يطلقون على هذا العلم أسماء عديدة، فهم يسمونه علم التدبير وعلم الحجر وعلم الميزان وعلم الحكمة والصنعة والإكسير، ويسمونه أيضا صنعة الكيمياء، وأنت ترى أنه أصح الأسماء. وماذا عن العلم ذاته؟ إنه يفيد الناس في صناعة الصابون والزجاج والثياب الملونة، وبه يذوب ملح الطعام في الماء وتتلاشى الأشياء في الأشياء، وبه أيضا يصنع الصينيون الورق ويكتبون عليه بدلا من الجلد والخشب. أهم ما في علم الكيمياء يا جابر أنه يحول الأشياء إلى أشياء، فقد يتحول الخشب إلى فحم، ويتحول الفحم في باطن الأرض إلى حجر، والحجر إلى رصاص. أشعر أن أسرارا كامنة داخل الأحجار. الأحجار والمعادن يا جابر فيهما من الأسرار مثلما في النبات والحيوان. انظر إلى الحجر، إن النار كامنة فيه، وحين تقدحه بحجر غيره تخرج تلك النار. يقولون إن لك معرفة بعلم الجفر، وإن لهذا العلم صلة بعلم الكيمياء. يا جابر، الجفر ليس علما، والذين يدعونه ويقابلون الحروف بالأعداد الحسابية لأبجد هوز، ثم يزعمون أنهم يتنبؤون بها بالحوادث المستقبلة، ليسوا من العلماء. وما كان لمثلي أن يشغل نفسه بهذه التخاريف يا ولدي، فأنا مؤمن وأعرف أن علم الغيب عند الله. أم تراك نسيت قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يا ولدي، لابد للعالم أولا من خلق الدين. احفظ الله يحفظك، وهذا لا يكون إلا بمعرفة كتاب الله، ومعرفة كتاب الله لا تكون إلا بمعرفة اللغة. أتنتظر أحدا يا سيدي؟ لا، ولكن داري مفتوحة لكل الناس. من الطارق؟ شحفر، افتح يا شحفر. تفضل أيها الوزير عمرو. ما وراك؟ ألم يصلك الخبر بعد؟ أي خبر؟ أهل الكوفة خرجوا عن بكرة أبيهم يهتفون ضد المنصور ويطلبون عزله. من الضيف يا سيدي؟ أهذا ولدك؟ هو جابر بن حيان، أحد تلامذتي. من أي البلاد أنت يا جابر؟ من قرية طوس التابعة لمدينة مشهد. ألم تسمع بتلك القرية من قبل؟ يخيل إلي أنها قريبة من نيسابور. هذا صحيح، ولقد افتتحها الصحابي الجليل أيين اليشكري في خلافة عثمان بن عفان رضي الله